امرأة طلقها زوجها طلقتين ثم استرجعها، ثم اختلف معها مرة ثانية فقال لها اذهبي إلى بيت أهلك وورقتك في الطريق، ثم أخذ جميع عفشها كما تقول وذهب به إلى بيت أهلها، وهي تسأل الآن ما الحكم جزاكم الله خيرا، وهل يعتبر هذا طلاقا بائنا، وما هي أحكام الطلاق البائن جزاكم الله خيرا؟ إذا كان نوى بقوله اذهبي إلى أهلك نوى به الطلاق فإنه يعتبر طلاق، لأن هذا كنية أو كناية، والكناية إذا صاحبتها نية الطلاق صارت طلاقا، فعلى هذا تكون الطلقة الثالثة، تكون قد بانت منه بينونة كبرى وعليها العدة، إن كانت ممن يحضن فتعتد بثلاث حيض، وإن كانت ممن لا يحضن لصغر أو لإياس فإنها تعتد بثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فإنها تعتد بوضع الحمل. هذا خلاصة أنواع العدة في حق المطلقات. قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني حيض على قول بعض العلماء، أو أطهار على قول البعض الآخر، ثلاثة أطهار على قول البعض العلماء الآخر. وأما الآيسة والصغيرة عدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. وأما الحامل فتعتد بوضع حملها لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والذي يترتب على الطلاق الثلاث البينونة الكبرى، بحيث لا تحل لزوجها المطلق إلا بعد أن يتزوجها زوج آخر زواج رغبة لا زواج تحليل، ويطأها ثم يبدو له فيطلقها راغبا عنها غير مريد للاستمرار معه، فإذا طلقها حلت لزوجها الأول بعقد جديد. قوله تعالى فإن طلقها يعني الثالثة، قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله تعالى فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما.